صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المال الذي خصص لبناء مسجد وكان لا يكفي لبناء المسجد فنمي بالتجارة حتى يصل إلى المبلغ المطلوب لبناء المسجد، فهل هذا المال فيه زكاة إذا حال عليه الحول؟ لا، المعد لبناء مسجد ليس فيه زكاة، لأن هذا ليس له مالك، وإنما هو للمسجد، هذا للمسجد ليس له مالك. زكاة إنما تجب على مالك المال، وهذا ليس له مالك، هذا مرصود للمسجد، المشاريع الخيرية. نعم.